خلاص بقى يا هدرس. هدرس ريلي الميسيو اني كمان. ايه ده؟ انت فاهم يعني ايه الميسيو؟ هدرس انا هديك حاجه عشان تفتكرني. لا دي بستعملها. ريلي؟ ايوه ريلي. هدرس اوعى تبيعه. يعني خلاص لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملهوش بديل. سو كيوت. هنتشوق ليكي يا ست شلي. انا عملت لك اضافه على الفيسبوك عشان نبقى نتشات وكده. فيك اسمه فيس. لا قولي عليه. طيب المسي يا فيزو. بيس. مي تو. باي باي هاجرز. خدني معاك. اهدى 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 هدرس، اهدى اهدى، مفيش راجل بيعيط. قلت لك هبعت اخدك بس خلص ورقك وتيجي تشتغل معايا لبيس. لا ادي معاك دلوقتي. ما ينفعش يا حبيبي، لازم نخلص ورقك. هتيجي معايا ازاي؟ انا عامل حسابي. بص في هنا ديب سري، وانا هخش في الشنطه وانت تقفل عليا. يلا اقفل عليا. ما ينفعش، انت باين قوي انك انت جوه الشنطه. لا. في بني ادم جوه باين. اقفل عليا اقفل عليا. هدرس لوك تو مي لوك تو مي، انت عارف طريق قد ايه؟ 12 ساعه. هتموت يا مجنون. مش مهم، اقفل عليا اقفل عليا. هدرس قوم، مفيش راجل بيعيط. تعالى يا بيه، مفيش راجل بيعيط. جود بوي. اول ما اوصل امريكا هبعت لك تذكره على طول. لو عاصلك معاهم موضوع الورق بتاعك عشان شكلك ويرد بالنسبه لهم، مش هيفهموا ستايلك ده، ساعتها هبعت لك شنطه اكبر واحط لك فيها كمان زبيب وسداني عشان يبقى عندك باور طول 12 ساعه. بجد؟ انا عمري كذبت عليك؟ ماشي يا سدود. فيزو الف سلامه يا جيني بيه. ما بحبش بوس الشباب لبعض. بلا ما اخده، هتوحشنا قوي. كنت عاوز من جنابك خدمه صغيره كده يا جيني بيه. امرني. يا ريت جنابك اول ما توصل على الولايه المتحده يبقى كتر خيرك لو تبعت لي 5 تذاكر للفيلم علشان ندخل انا لو الولا هدرس والحاج امي واخواتي كلاتنا. لسه ما تصورش. ما انا خابر لسه ما تصورش، فعاوز جنابك اول ما توصل امريكا تبعت لي 5 تذاكر عشان ندخل ونتفرج على الولا هدرس وامي والحاج. ماشي هبعت لك 5 تذاكر. بس انتوا هتروحوا تتفرجوا عليه في امريكا يعني؟ لا يا امريكا ايه، هو ما هينزلش هنا ولا ايه؟ هينزل هنا. طيب يبقى جنابك تبعت لي 5 تذاكر من الفيلم. طيب بصوا بقى، هقول لك على حاجه. انتوا ايه، خدوا ادي 100 جنيه اهي، هاتوا بقى انتوا فشار وزيتوا وروحوا اتفرجوا على الفيلم. ربنا يحرمنا منك يا جنبي. لا دي امسك يا عم. لا ادي معاك. لا انت ما قلت لك مش ادي معاك. بس اوعى. لا لا ولا ادي معاك. مش ادي معاك. مجنون ده ولا ايه؟ سدوني ادي معاك يا سدوني ادي معاك سدوني. لا اسجوني خلاص عادي يا عم جابر، انت هتقلب مسلسل تلفزيوني واللي اسجوني هيتوحشني قوي كبير. وحشتني كمان. خلاص يا عم جابر خلاص عاد. ايه القرف ده؟ تعمل ايه؟ يا كبير بلا مؤاخذة، لكون جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ عاوز ايه انت؟ في واحدة قاعدة في الأوضة دي، الأوضة دي مالها؟ بينها بتولد. بوه هدي ومتصربع كده ليه؟ ربنا يستر. بقت رجلك استر يا رب. يا دي الفال الاسود، تبكي ليه انت؟ فرحان يا كبير، فرحان اني هشوف ولادك وهشوف احفاد الكبير قوي. وهي دي طريقه تعبير عن الفرح يا راجل انت؟ اه يابا يابا خميرة عقلي. يا رب يا بابا عبيد.
استر يا رب. عندك هي البت اللي بتصرخ جوا دي تكونش عاملة عملي ولا بينها سرقة حاجة؟ سرقة حاجة ايه يا حاج؟ انا ناقصك انا كمان. امال بتضربوها ليه؟ عشان احنا زبالة واخلاقنا واطية. دي بنتك يا حاج بتولد. الله هدية هدية حامل. الحمد لله يا ألف نهار أبيض يا ألف بركة. طب مش تقولوا لي وأنا مش أبوها ولا يعني عايزيني أعرف ساعتها إيه زي الغور؟ ما قلت لك يا حاج إحنا زبالة. هتكلم مين يا حاج؟ هتكلم مين؟ أكلم الكبير جزء ولازم يعرف. طب قول لي عايز تقول له إيه؟ أنا هشوفه كمان شوية. ايوه قول له ان هديه مرته الحمد لله نجحت في الثانويه العامه. قلتم؟ ايوه قلتم من حاجك. ما انت فرحان هو في حد جدك؟ مبروك يا كبير، الف مبروك. طمنيني واد ولا بنت؟ بسم الله ما شاء الله زي القمر يخرب بيت ابوكم. الحمد لله على السلامه يا بقره. اقطعني، قصدي اقول الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك يا كبير يا ابو العيال. بس تعرفي العيال دي مش شبهي خالص. اوه مول شبه مين؟ شبه القمر يا قمر. زغردوا زغردوا يا حبايب زغردوا. جدو جه جدو جه. يا هدية لفين العيال اوكلهم؟ شكلهم جعانين. حتاكلهم ايه يا حاج انت؟ موز. موز ايه يا ابوي اللي هتوكله لهم؟ اقعد يا ابوي اقعد ريح عشان خاطري. طيب اروح اني اعمل لهم سندوتشات ياخذوهم معاهم وهم رايحين المدرسه. الا زعما في سنه كام دلوقتي؟ دفه ثانيه اول ودفه ثانيه ثالث. اقعد يا حاج ما طلعش عين اللي خلفونا. هاي الف حمد وشكر ليك يا رب. طلبت منك واد جبت لي تنين. تعرف يا بت العيله عندنا كلها تقدر بيجيبوا توائم على طول ما عدا جدي يا بترك. بالك يا كبير، خلفة الولاد أحسن بكثير من خلفة البنات. سألني أنا عندي سبع بنات وولدين، باين هم ولدين وست بنات لو حسب. أنا عندي أربع بنات وظابط. تعمل إيه يا حاج أنت؟ هو هني نص ممكن؟ لا هني كتزيري. اطلع برا يا حاج اشرب سيجاري برا الدوار لو سمحت. عندك حق انا اسف. ايوه هطلع انا كمان عشان ايه احضر السندوتشات بتاعت الاولاد عشان زمان الباص بتاع المدرسه جاي عشان ياخدني. ابوك ده في البلاله. سيبك انت، انا الفرحه النهارده ما ساعدنيش. ربنا يخليهم لك ويتربوا في عزك ويبقوا عزوتك قادر يا كريم. اللهم امين. وتفرحي بيهم يا هديه، يا احلى هديه بعتها لي ربنا. تكسفنيش عاد يا كبير. امشي اطلع برا يا راجل يا الاحسن. امشي ما نكسرش خم النهارده. ليه يا كبير؟ ده انا فرحان لك والله. دي خلقت واحد فرحان، امال لو زعلانه تبقى كيف؟ خلاص خلاص يا كبير. ما حكيش تاني. بس خليني ألفح العيلين دول على كتفي يا كبير. روح خلص عياط الأول ونف وامسح ايدك بويبز وتعال شيلهم. مين اللي هيربيهم غيرك يا راجل يا طيب؟ بر 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 امشي. وقف الباب وراك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. راجل نكد، خميرة نكد. قسما عظما يا جابر لو ما مشيتش دلوقت لازم كسر نفوخك. مش انا اللي بخبط يا كبير. امال مين؟ Guess who's back؟ اهدى جوني، انت ما سافرتش اياه. ده اسمه كلام برضه يا كبير. اسافر ما اشوفش ابن اخويا؟ والله فيك الخير يا ود ابوي. You too brother. الحمد لله على السلامه يا هديه. الله يسلمك يا جوني، تعال شوف ولاد اخوك. وات؟ ولاد؟ نو واي، انت عملتها برضو يا كبير؟ تو توينز. هما فين ولاد الكلب دول؟ ايه الحمارية دي يا عم انت؟ يا مرحب. الله يخليك. اني ابص للانسان قدامي اعرفه من شخصيته. ربنا يخليك. الملامح والوجه الجميل دي
والمنخار الكبير دي والعظمه دي. يكرمك يا عم الحاج. الله يكرمك. لو في حد ياخد لنا صوره معاك كده عشان اتشرف بيها. دي حاجات يعني بسيطه كلها مش مستاهله. يا راجل عيب ما تتواضعش، سماهم على وجوههم. يكرمك يا عم الحاج، ربنا يخليك. داني يعني انا اللي كان هواني مين؟ جلابك يا عم الحاج درديري. ايوه درديري. امال الباشا هيبقى مين؟ لا ما انا بقالي ساعه بقول لجلابك انا فزاع غفير الكبير. قم في الزعمة في عينيك، هات لي كعب شاي. أمر جنابك. فزاع وغفير، هو الكبير بيشغل روس عنده. صباح ال السلام عليكم. وعليكم، في إيه؟ هو مش ده برضك البيت بتاع الكبير هاو هاو؟ أو ماي جاد، سو كيوت، حلوين قوي ولاد الكلب دول. ما تلم نفسك يا دي، أنت في إيه؟ سوري مان، بهزر معاك. ها؟ ربنا هو بعت لك ولدين عشان ما تتخانقوش مع بعض في تسميتهم، ناوي تسميهم ايه؟ انا هسمي الواد ده هدوني عشان افتكرك وانت مسافر. حلوه منك قوي دي يا كبير، بجد. هسمي التاني ايه يا هدايا؟ انت اللي هتسميه يا جوني. لا انا مش مامته، انت اللي مامته، هتسميه ايه؟ لا والله ما حد مسميه غيرك انت. ما هو خلاص، البيئة احرجني بأدبه، هنسميه ايه يعني غير العترة؟ بس على الورق الرسمي بس، في الحقيقة دلعوه أي حاجة تاني. بول، بقلط، حمودة، أي حاجة، أوكي؟ ماشي. يا كبير، فيه واحد مستنيك أنت وجوني تحت. مين ده؟ بيقول إن أخوك. أخويا إيه يا حاج درديري؟ ما أخويا ها؟ ما خبرش عاد، هو مستنيك تحت وخليص. طب ما تيجي يا معلم نشوف عايز إيه ده؟ تعالى نشوف. انا بصلاه على النبي، اسمي حزلقوم الكبير قوي قوي الكبير قوي قوي، هما اتنين قوي. اخونا؟ الله، انت اخواتي؟ يا ما انت كريم يا رب، يعني عندي اخ اشقر واخ الله، تعرفين احنا ناقصنا اخ صيني واخ اسمر ونبقى كل الانواع. بما اننا بقى اخوات ها؟ يبقى على رأي المثل إذا كنتوا إخوات اتحاسب. أنا شاكب راكب بالصلاة على النبي كده بمواصلاتي، هاخد من المراس السولس يعني اللي هو معناه التولت، وهاخد العمودية كمان. ماشي؟ يلا بقى، فين بقى المستندات بقى والكمبيالات والسكات وال ها؟ يا وقع مرابرابا، ده باينا هيبقى مرار طافح.